شجرة وسيطرة أمنية تغضب العراقيين. شاب مغربي يدفع حياته ثمنا لشهامته. حليمة بولان تدعي أن رونالدو طلب مواعدتها. والمزيد في هذه الحلقة من تريندينج، ابقوا معنا. أهلا بكم. عراقيا نبدأ من البصرة، حيث أزالت شرطة البصرة وبالتعاون مع لجنة رفع التجاوزات في ديوان المحافظة أزالت دار تجاوز في منطقة القبلة بحي الجامعة. الدار كان يستخدم من قبل عصابة تقوم بعمليات سرقة وسلب عبر دراجة نارية في مناطق مختلفة من المدينة. إزالة هذه الدار والتي كانت ملاذ للعصابة فتحت جروح أهالي البصرة، والذين طالبوا بمزيد من عمليات إزالة التجاوزات وبيوت الحواسم التي أصبحت ملاذاً آمناً لأصحاب السوابق. أنمار كتب في فيسبوك يقول: يابا جردوا الحواسم والتجاوز وشوفوا الناس المحتاجة، صدق عوضوها، والجاي بالجديد رحلوا المحافظة. البصرة تحولت من مدينة حضرية إلى تجاوزات بكل مرفق، تراب بالشارع، تصحر بيوت حتى بالجزرات الوسطية. مدينة نفطية سنة 2023 وهذا وضعها، عيب. أما كرار فقال: كل الجرائم والتعاطي وتجارة المخدرات هي من بيوت الحواسم أو التجاوز، يكافي طلعوهم من البصرة ورجعوا الأرض للدولة، على الأقل تبني عليها مدارس أو مستشفى أو مستوصف، مو هذا حق عام. أم أنور أيضا قالت: كفو، شيلهم كلهم لأنهم مو أصحاب أرض من محافظات ثانية، متورطين بجرائم قتل وغيرها، وإحنا الشعب البصري ابتلينا بهم. هذه كانت مشاهدينا بعض التعليقات اللي جاءت على الفيديو اللي شاهدناه. ننتقل الآن إلى موضوع آخر. شجرة في المنطقة الخضراء ببغداد تسببت بغضب العراقيين، ففي الوقت التي تكتظ فيه شوارع بغداد بالسيطرات التي تضايق المواطنين وتسبب ازدحامات سير خانقة بحجة حفظ الأمن، ضاقت بأعين المسؤولين شجرة على الرصيف ولم يجدوا مكان سوى مكانها لإيقاف همر عسكرية. شاهدوا معي هذا الفيديو. قطع هذه الشجرة من قبل القوى الأمنية تحولت لقضية رأي عام على السوشيال ميديا، لأن هذا التصرف يأتي في وقت يعاني فيه العراق من الطقس السيء والتصحر والجفاف. صباحة كتبت في فيسبوك تقول: سببونا الصداع بالأخبار أن سبب الحرارة هو التصحر لقلة الغطاء النباتي، بس يمكن هم يقصدون قلة الغطاء النباتي هو نباتات مثل الكرفس والمعدنوس والسبيناغ، مو الشجر. أما زايد فقال: اجتهاد شخصي وخطط أمنية فاشلة ومكشوفة، موقف همر بنص تقاطع على رصيف شنو دورها؟ اتصال أيضا علقت: بقى شيء مخرب بهالبلد، على هذا الحر لازم بكل متر أكو شجرة. مشاهدينا، يبدو أن هذه الانتقادات الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي والاستياء الكبير من قطع الشجرة أتى بثمارة، فقد قام منتسبون بالفرقة الخاصة بزراعة عدد من الأشجار في المنطقة التي قطعت فيها الشجرة تعويضاً عن الضرر الذي ألحق بالمكان.
نبقى مشاهدينا في العراق وننتقل إلى تهوك، حيث أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات عن تفكيك أبرز شبكة للمتاجرة بالكبتاغون في العراق وبحوزتها 500 كيلوغرام من المادة المخدرة، وذلك بالتعاون مع مكافحة المخدرات بإقليم كردستان. هذه الشبكة تعد المورد الأساسي في العراق لحبوب الكبتاغون المخدرة، وتمتد جرائمها ابتداء من إقليم كردستان إلى وسط وجنوب وغرب العراق. تتكون الشبكة من 8 متهمين تم القبض عليهم جميعا. من العراق وهذه الفيديوهات ننتقل الآن إلى الترندات العربية. في المغرب وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب جامعي يبلغ من العمر 23 عام، حيث انتشر فيديو لمقتل الشاب الذي يدعى بدر بعملية دهس في جراج أحد المطاعم بالدار البيضاء. وأثار الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة حالة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو أظهر الشاب وهو يتلقى ضربة قوية على رأسه سقط بسببها على الأرض، ولم يكتفي المعتدي بهذه الضربة بل توجه إلى سيارته وأزال لوحتها لإخفاء هويته وقام بدهس الشاب مرتين ثم هرب. سبب الخلاف بحسب شهود قيام القتيل بالدفاع عن فتاة تحرش بها القاتل. بعد انتشار هذا الفيديو وحالة الغضب التي أثارتها هذه الجريمة، أعلنت السلطات المغربية إلقاء القبض على الفاعل، وخرجت مطالبات بتطبيق عقوبة الإعدام التي ألغيت في المغرب، حيث يعود تاريخ تنفيذ آخر عقوبة إعدام إلى عام 1993. من هذا الفيديو من المغرب مشاهدينا ننتقل إلى ليبيا، وفيديو انتشر على نطاق واسع لممرض أسرع لإنقاذ مريضة انقطع عنها الأكسجين في المستشفى الذي يعمل فيه. الممرض تعثر وسقط داخل ممرات المستشفى لكنه نهض على الفور وأسرع لإنقاذ المريضة. لنشاهد. إلى ترند آخر وفيديو آخر. في السعودية اقتحم مشجع أرض ملعب المباراة التي جمعت فريقي النصر ورجاء المغربي من أجل التصوير مع لاعب النصر كريستيانو رونالدو. المشجع تجاوز أفراد الأمن الذين لاحقوه وتمكن من الوصول ناحية عدد من اللاعبين والجهاز الفني، لكن تفاجأ بعدم وجود رونالدو. تم اعتقال لاحقا هو وخمسة آخرين اقتحموا الملعب أيضا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. ننتقل الآن إلى المذيعة الكويتية حليمة بولند والمعروفة بإثارتها الجدل بين فترة وأخرى. هذه المرة حليمة أثارت الجدل من خلال نشرها فيديو قالت فيه أن رونالدو اتصل بها على غرفتها خلال تواجدهم في نفس الفندق في خميس مشيط في السعودية. بحسب ما ذكرت حليمة فأن رونالدو اتصل بها عن طريق الخطأ
ثم عاود الاتصال بها مجددا وجرى التعارف بينهما وطلب منها أيضا تحديد موعد للقاء. نشرت حليمة تسجيل صوتي للمكالمة لنستمع سويا. حق رونالدو على بنا مني لحظة. اتصال ثاني. يس شلون احط سبيكر؟ يس وات تايم وي ميت وات تايم؟ هلو كريستيانو رونالدو اي لاف يو ريلي اي لاف يو والله العظيم والله علي الطلاق اي لاف يو. Listen, listen, listen. Yes. Listen. What time we meet? Today. What time? What time you will go to the lobby? Well, I'm because you are with your friend, right? Yes, yes. Well, let's do it like that. I have training now, and after we have dinner. شاهدنا بمجرد أن نشرت حليمة بولاند هذا التسجيل الصوتي تحولت لمادة للسخرية من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. واتهمت باستخدام الذكاء الاصطناعي لفبركة الاتصال بينها وبين رونالدو، فما كان منها إلا نشرت فيديو عبر حسابها على سناب شات قالت فيه أن نظام الاتصالات في الفندق يؤكد صحة الاتصال ونفت استخدامها للذكاء الاصطناعي. خصوص اللي يقولون ذكاء صناعي، أنا بأسأل شلون ذكاء صناعي يكتب ان المتصل علي نادي النصر السعودي مثل ما انتم شايفين هني. خل اقرب نادي النصر السعودي ورقم لويت 401 التاريخ 4/8/23 التايم مثل ما انتم شايفين هني التفاصيل كلها مكتوبه وهذا كله تليفون فندق مو موبايل. شلون الذكاء الصناعي يحط الدقائق الوقت التاريخ رقم السويت؟ وترى على فكرة اللي صار مع رونالدو قفشات، تذكرون بكأس العالم ايش سويت؟ قفشات مع اللاعبين ومع الجمهور ومع كرة القدم بشكل عام. رغم هذا الفيديو لم تفلح حليمة بإقناع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بصحة المكالمة الهاتفية، إذ انهالت التعليقات الساخرة منها على منصة اكس. عبد الله كتب يقول: رونالدو يتصل بالغلط على حليمة بولاند في خميس مشيط، الله يا الدنيا. وحليمة تقول: حنا السويت اللي يمك الطوفة بالطوفة. باقي رونالدو يقول: سوي مشبوس دياي. أما معاذ كتب يقول: في حاجة مو طبيعية هنا، إيش اللي ممكن يخلي أحد يسجل بالفيديو مكالمة عشوائية من قبل ما يعرف أن المتصل كريستيانو رونالدو؟ أما وردة فكتبت: حركة مدروسة لرفع المتابعين والمشاهدات، ليش هو فاضي يدق على حليمة؟ ثاني شيء شلون أعرف رقم الغرفة اللي هي فيها؟ سبحان الله، غلط مدروس ومتعوب عليه ويفشل. مشاهدينا، كانت أيضا انتشرت أخبار أن نادي النصر ينوي مقاضاة حليمة بولاند بعد فبركتها اتصال رونالدو، إلا أن صحيفة عكاظ السعودية نشرت تصريحات لمصدر من نادي النصر قال فيه أنه لا شأن لنادي النصر بمقاطع الفيديو التي تم نشرها وتم تداولها أخيرا، وأن نادي النصر ليس لديه أي تعليق أو اهتمام حيال هذا الموضوع، قائلا أن الكيان النصراوي لن يكون رد فعل لكل ما يطرح في السوشيال ميديا. مشاهدينا، هذه كانت أبرز الأخبار والمواضيع التي تم تداولها عربيا. للمزيد من أخبار السوشيال ميديا تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، نكمل حلقتنا مع أبرز الترندات العالمية ونبدأ من باكستان، حيث لقي ما لا يقل عن 28 راكب حتفهم وأصيب أكثر من 50 شخص آخر إثر انقلاب قطار سريع وانحراف عشرات العربات عن القضبان. وإلى ظاهرة وثقتها مقاطع فيديو لقيام لصوص بسرقة طلبات الزبائن الموجودة في عربات التوصيل الذاتية في حي هوليود بولاية كاليفورنيا الأمريكية. أظهرت مقاطع الفيديو اللصوص يقومون بفتح عربات التوصيل الذاتية وأخذ وجبات الطعام الموجودة داخلها، حيث دخلت عربات التوصيل الذكية ذاتية القيادة حيز الخدمة أواخر عام 2019 لتوصيل الطلبات المختلفة من المطاعم ومحلات البقالة. Oh man, look at it.
somebody knock him over. Who is it? It's Austin. They steal your food too? Austin got robbed. ننتقل إلى فيديو آخر من ولاية فلوريدا الأمريكية يظهر جسم غامض بسرعة خارقة في السماء خلال تصوير شخص لعاصفة رعدية. وقال الشخص الذي التقط هذا الفيديو أنه خاف لحظة رؤية هذا الجسم الغريب وأنه لم يكن له صوت إطلاقا، وأضاف ربما كان طبق طائر أو شيء من أسرار الحكومة. Look behind you. Insane. Did you see that just shoot across? Did anyone? إلى فيديو آخر من العاصمة الإيرانية طهران، حيث قتل 4 من رجال الشرطة وعمال البلدية خلال إزالة أبنية غير مرخصة. تم الإبلاغ مشاهدينا بانهيار مباني غير مرخصة قيد الإنشاء، وتم إرسال سيارات الإطفاء إلى جانب عدد من الرافعات ومعدات إزالة الأنقاض إلى موقع الحادث، وتم هدم عدد من المباني غير المرخصة. لكن بسبب عدم مراعاة احتياطات السلامة أدت أعمال الإزالة إلى مقتل 4 أشخاص، وتم التعرف على ضابطي الشرطة بين القتلى. والآن إلى ترندات عالم السينما. فيلم باربي ومنذ طرحه في صالات السينما حقق نجاح لافت على شباك التذاكر، واحتل المرتبة الثانية هذا العام بعد فيلم سوبر ماريو لينضم لنادي المليار دولار. حيث أعلنت شركة وارنر براذرز بيكتشر أن إيرادات فيلم باربي بأنحاء العالم تخطت مليار دولار منذ بدء عرضه في 21 حزيران. ففي الولايات المتحدة وكندا بلغت إيرادات الفيلم 459 مليون و572 مليون دولار، في الخارج بإجمالي بلغ مليار دولار. أما كاتبة ومخرجة الفيلم غريتا غيرويغ المرشحة لجائزة الأوسكار أصبحت أيضا أول مخرجة أفلام تتخطى إيرادات أحد أعمالها عتبة المليار دولار. شاهدنا هذا كل ما لدينا من أخبار السوشيال ميديا. شكرا لكل من تابعنا، إلى اللقاء. We'll be right back.